شكرا شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رشيد. اليوم مشاهدينا حاضر معنا نجم من نجوم الأغنية الشعبية، نجم اللي قدر يحفر الاسم ديالو في الساحة الفنية المغربية وكون قاعدة جماهيرية كبيرة، عنده محبين من صغار والكبار وفي المغرب وخارج المغرب، الأغاني ديالو بقات خالدة وقدر أنه يحافظ على النجومية ديالو طيلة سنوات. استقبلوا معايا نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز ستاتي. عبد العزيز الله الله عبد العزيز، بارك الله عليك، عندك جمهور كبير في المغرب وفين ما مشيتي كيستقبلوك بهذه الحراره وبهذه الحفاوه تبارك الله، شنو سر حفاظك على هذه النجوميه تبارك الله والتالق؟ شكرا سي رشيد على الدعوه، شكرا للقناه الدوزام، شكرا رشيد شو بالخصوص، شكرا للجمهور اللي حاضر معنا، شكرا حتى للجمهور اللي غادي يشاهدنا خارج البلاطو. تحيه لجميع المغاربه فين ما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب، تحيه للجوق الجميل اللي هو كيساعدنا، شكرا للدوزام. تبارك الله عليك، انا اللي بغيت نسول عليه هو اشهد تبوكيصه السي عبد العزيز. ايوا مع السي مع السي رشيد خصني نكون معك بيانا بكل صراحه. يا سلام، انا مجات لي مات ديال الصباط بريوم قمقم وداك الشيء، دابا ولا سبرديله ولا تبارك الله. ضروري خصك تمشي مع العصر مع الشباب ياك. وي ضروري، وتحيه للشباب وتحيه للشابات. وانا كنقول السي عبد العزيز الساتي من نجوم المغاربه تبارك الله اللي قدروا انهم يعصروا اجيال، ودائما كتواكب يعني دائما كتبدل له الستيل باش تبقى محافظ على هذا البريق ديالك والحضور ديالك ما شاء الله عليك. تماما سي رشيد، لان هذا الشيء ما جاش عن فراغ، فيه شويه الخدمه وكاين اعمال اللي هي خلات ولاد المغرب وبنات المغرب يبقاو متبعين معنا هذه المسيره الفنيه، وتنهديوا عليهم وانا ما ضربتش تمارا راسي، لكن تنهدي هذا الشيء كله لجميع المغاربه. ولا اللي زوين في عبد العزيز الساتي انا كنعرفو عن قرب، صديق ديالي، انسان متواضع وولد شاب ديال بصح، مشيت لعندو العروبيه في العونات وكليت انت ولاد عمي كاينين هنا، تحيه للعونات، وكليت عندو كسكسو كليناه في الارض. انت كتعجبك الجلسه الارضيه؟ ضروري، هذوك هما العرب الاولين، لان كانوا لان حنا قرينا في الجامع بصح، كنا كنطرو كنبركو فوق الحصيره. دابا كتجلس في الارض مازال؟ ضروري بصح. وي جلس بسم الله. نعاود لك اودي سي رشيد سي عبد العزيز، انا عارف بان الاسم الحقيقي ديالك هو العرباوي. العرباوي عبد العزيز العرباوي، ولكن بغيت نعرف الاسم المتداول عندكم في ديك الجهه في العونات. انا كنتسمى عبد العزيز ولد العربي بن رحال بن الشيب بن محمد على باه وجدو، مي سميتها حدو وقالت لي انت راك عبد العزيز ولد حدو، وشحال جراو حتى واحد ما شدو، وبغاو يضادوك ما قدو، وفي الاخر عطيهم عظم فاش يكدو. هذه هي حدو. دابا عاد فهمت، انت دابا انت كتقص في الارض عاد كيخرج الالهام. انت فهمتي، راه خصك تمشي حفيان فوق هذه الارض كما قال المرحوم حسن الثاني رحمه الله. الله يرحمه، قال لك خصنا نمشيو حفيان الله يرحمه باش تشم الريحه ديال التربه ديالك، وما كاينش بحال الزروقيه ديال السماء ديالنا. مقوله جميله ديال الحسن الثاني الله يرحمه، الله يرحمه، اللي قال لك خصك تمشي فوق الارض حفيان باش تحس بما هي الارض،
والتربة المغربية ما كاينش بحالها، والطبيعة ديالنا والبحر ديالنا والسماء ديالنا، ديك الزروقية ديال السماء ديالنا ما كاينش بحالها. يا سلام. هذا تحية للمغرب، تحية لجميع المغاربة. كتمشي مازال العربية ولا درتي؟ تنعيش فيها، ما تنتفرقش معاها. الدار البيضاء كنجي كونجي المدينة أصلا، ولا نجي نقضي شي حاجة، هذا هو اللي كاين. سمعت ما بقيتيش كتشري البطاطا مع الخضار ومطيشة وداك الشيء؟ لا، هاد الايامات جات كورونا ولينا كنشريو سي رشيد مع الماء تقطع شويه تما والماء قليل تما عندنا فولاد زيان. حيت واحد النهار سولتك قلت لك على بطاطا، قلت لي انا كنزرع بطاطا، كنزرع مطيشه الفلفله، قلت لي انا السردين ما كرهش نزرعو هنا. بالفعل هاد البرنامج راه شاهدوه مع سي رشيد، صفقوا على سي رشيد. اييه، دار واحد البرنامج تما عندي نهار مع ستار. وبالفعل نهار مع ستار، وكان احسن برنامج باقي كنتذكرو، حتى المغاربه شافوه كلهم. والحمد لله مازال نعاودوا شي ستاجيات ما ولا شي برنامج بحال هذاك السي رشيد، ونديروا جوج قصاري، واحد المره غنديروا الرفيسه والكسكسو ان شاء الله. ان شاء الله. وتحت هذاك الباراسول عقلتي عليه؟ الباراسول ديال الله. يا الله شجرات تبارك الله. العونات، تحيه الناس العونات. وشوف سي عبد العزيز، قبل ما نستقبلك لهيه غادي تنشطنا هذا الجمهور والجمهور اللي كيشوفنا. مرحبا. شي اغنيه من اختيارك. مرحبا. اشنو تغني لنا؟ ايه عطى الله ما يتغنى. زينو لاتاي. ايوا يلا سير. مرحبا. زينو لطاي وما نكدبش شاي، كلشي كاين عندها فورما، كلشي كاين تقلع الغمار، كلشي كاين تمشي ميزان، كلشي كاين تقتل العديان، كلشي كاين تمشي بلي خوف، كلشي كاين قادر ما تنقول، كلشي كاين صغيرة في العمر، كلشي كاين تذوب الحجر، كلشي كاين شعر مخبل، شاب ويهبل، كلشي كاين دوك العينين، كلشي كاين يقتلوا بالزين، كلشي كاين وهذا العينين، كلشي كاين مغربيين، كلشي كاين ودوك العينين، كلشي كاين صحراويين، كلشي كاين وهذا العينين، كلشي كاين وقيل دكاليين، كلشي كاين ودوك العينين، كلشي كاين جديدين، كلشي كاين وهذا العينين، كلشي كاين كازاويين، كلشي كاين ودوك العينين، كلشي كاين مرينيين، كلشي كاين وهذا العينين، كلشي كاين أرباطيين، كلشي كاين ودوك العينين، كلشي كاين فاسيين، كلشي كاين ومن اللي نشوفها عمري يضربلي الجنة، واللي يحسدني راسو فين، ومني نشوف عمري يضرب لي الشنة، نحسدني فيها يوجد راسو فين.
عليك كيف نذير ملي نلقى نبغي ندوي قلبي راد ولا ضران نسرح الرب العالي كيف ندير ملي نلقى نبغي ندوي قلبي راد ولا ضران نسرح صغيرة في العمر كلشي كاين تذوب الاحجر كلشي كاين شعر مخبل كلشي كاين شاب ويهبل كلشي كاين مادوك العينين كلشي كاين يقتلوا بالزين كلشي كاين الدريه واع كلشي كاين قرطاسه عمره كلشي كاين وكيف الدود كلشي كاين عمر وخبل كلشي كاين الدريه واعره كلشي كاين قرطاسه عمره كلشي كاين ضربتني ضربيه كلشي كاين جامي نبرا كلشي كاين وملي نشوف هالهدي ضربني الجلا واللي حسدني فيها يوجد راسه فين احبوتوني غير انتم راني معها بخير بخير فرانو قد بحومة رعا رب الجندير يلا غير انتوما وراني معها بخير فرانو قد بحومة عارف الجندير وتوني غير انتوما وراني معها بخير فرانو قد بحومة عارف الجندير وتوني غير انتوما فرانو قد بحومة أبوتوني غير انتوما مران وقد بحومة رشيد ويا سلام يا سلام على المرأة المغربية يا سلام يا سلام على المرأة المغربية الله الله على القزاوي يا سلام يا سلام على المرأة المغربية فوتوني غير انتوما وراني معاها بخير مران وقد بحومة عارف اش ندير فوتوني غير انتوما راني معاها بخير الله انتوما انتوما غير انتوما فرانو قد بحوما افوتوني غير انتوما فرانو قد بحوما ما تخرجش من الدار ويلا خرجت دير الخمار بنت الناس ومحكومة اصلها من الحرار ما تخرجش من الدار ويلا خرجت دير الخمار بنت الناس ومحكومة النبي بكى هذا هو الزمان اللي وعليه النبي بكى اللي عنده ولده ما مقر يكبر في الدنيا خلاه اللي عنده ولده ما مقر يكبر في الدنيا خلاه اما وخدمنا ليل ونهار وهلو شي مقدينا اما ونعيب عليك الراجل اللي واخذ المرأة زوينة خدم سيمانا كاملة بحرة جابت لود فينا يا خدم سيمانا كاملة بحرة جابت لود فينا يا سبا مخطية
كبرت أما واللي عنده شي نصيب أجري لوعف الغريبة أما واللي عنده شي نصيب أجري لوعف الغريبة يا أما وانت القر بزناق تجيب خبارات جديدة يا يا سلام عليكم يا سلام الله يعزكم برافو سي عبديس سي عبد العزيز الساسي سي رشيد المبدع دائما تبارك الله عليك متعتيلة متعتيلة الجمهور يستاهلوا عندك واحد عندك واحد السر ياك اسي بارك الله واحد السر في هذا العزف ديالك الرائع ولكن راه نقصوا لي من الكوي من جماعة شافوا لي غادي نفرقع هذا الاستوديو وهو ينقصوا منه والله الا بصح كدير شي حاجه سبيسيال بهذه الكمانجه برافو عليك هذاك الشيء علاش كينقبوك احترامات الله يعطيك الخير ولكن اش نقول لك كيقولوا السيد العزيز الساسي ما يقدرش يعزف الكمان بحال هكا شو بالك هذا الشرقاني نعطيو تحدي اول مره بلاتي هذه اول مره حصريا للساتي كيعزف كمان جا هكا لان عندها التمارين ديالها عندها الخصوصيات ديالها لكن عبد العزيز الساسي نمشيو نجلسو دابا نمشيو نمشيو يلاه صفيقة سلا عبد العزيز الساسي مرحبا بسي عبد العزيز الساسي الله يبارك فيك سي رشيد نهار كبير هذا وعشر مبروكة عليك الدخول ان شاء الله بالصحة والسلامة وعلى جميع المغاربة فين ما كانوا احنا فرحانين انك تكون معنا اليوم وانت تبارك الله فنان اللي عندك اكثر من 40 سنة من العطاء 40 سنة وانت متواجد في الساحة الفنية المغربية شنو السر في انك حافظتي تبارك الله على الإشعاع ديالك وحضورك رغم مرور هاد السنين كلها كاين واحد الحاجة هي إلهية بكل صراحة انا ما صيبت والو الله اللي صيبها الله سبحانه وتعالى يؤتي الخير لمن يشاء الله اعطاني هذه الموهبه هذه لكن خدمت عليها انا وبالفعل وقلبت على ما هو الجميل اللي نقدم لجميع المغاربه لان المغاربه ماشي ساهلين باش غادي تواكبهم او تعاصر هاد معهم هاد الوقت كله اليومين هذا ماشي بالسهل لانهما ودن الودن ديال المغاربه ماشي سهله والمغاربه كيصفقوا للكل باش نرجعوا للموضوع كيفاش جا هذا الشيء هذا في ما جاش عن فراغ جات كان واحد الخدمه اللي هي خدمنا مواضيع ملي كانوا المواضيع كانت العيطه مثلا المرصاويه جينا منها خدمناها عن جدار واستحقاق حتى تمكننا منها وملي جات هذه الاغنيه الشبابيه وهذا حتى هي حاولتي تواكب ايضا واكبنا بالفعل العصر والحمد لله احنا باقيين مع هذا الشباب تا هما الحمد لله نتمنى ان شاء الله انا ما صايبت والو قلت لك الله اللي صايب هذا الشيء تبارك الله عليك اجي نتفكروا سي عبد العزيز انا وياك والجمهور نتفكروا شويه دوك الالبومات القدام اللي اشتغلتي عليهم لان وحنا كنبحثوا لقينا بان سي عبد العزيز الساسي خرج تقريبا ولا نتجتي اكثر من 400 اغنيه مثلا واش تعقل على هذا الشيء هذا طيب تاتي عبد العزيز تعقل على هذه
صوره جميله هذه من اللي كان باقي اللوك ديال الشعر باقي ديك الساعه مصطاج باقي يا ريت الشباب يعود لكن هذه الحياه ولكن استاذي بكل صراحه دابا انت قدامي كتبان صغر من هذه الصوره هذه بالفعل هنا كان كان ستي كبير هذا الوقت تمام كان مكبرني الشعر والمصطاج بكل صراحه نشوفوا صوره اخرى هذه تعقل في انا بالضبط هذه حتى هي في الثمانينات هذه اظن ولا في الاخر ديال التسعينات هكا يا سلام حسره صوره جميله هي وذكرتني في ايام الايام الايام الجميله وايام باقي حتى دابا ايام جميله الحمد لله اما وهنا كان واحد التنافس شريف مع الفنانين ومع كانوا لي زارتيست وحدين اخرين شيوخ اخرين شحال العدد ديال الفنانين اللي ماتوا كانت واحد المنافسه شريفه معهم باقي كنتذكرها ايامات الكاسيت وي كان اجتهاد الا ما اجتهدش ما تجيبش حقك هنا ما كان هنا لا انترنت لا والو ولا نسبه مشاهده في والو شاد بيران والو بحال كتضرب شي حجره بواحد البيران وكيرجع لك داك الطشاش على عينيك وكتخدم نشوفوا صوره اخرى يا سلام هذه في مورك في في ستاد دونور كانت سهرة كبيرة كان فيها المرحوم رويشة رحمه الله كانت كانوا الغيوان العربي باطمة هنا الله يرحمه كانت الحامونية كانوا بزاف ديال المغنيين هنا يا حصراق هادي تقريبا 96 هادي الفترة الذهبية ديال الفن الشعبي أيضا واش كيبان لك الآن كاين شباب اللي قادرين يحملوا مشعل الأغنية الشعبية خاصهم يجيو من هنا من هاد المدارس اللي زدنا فيهم حنا بعدا هما التراث بعدا خصو يتعلموا المرصاوي يتعلموا العيطة الزهرية الجبلية الحوزية يعني يجيو من هنا من الخبايا ديال ما هي العيطة والموروث الثقافي المغربي هذو من خصهم يجيو وهذا مثلا حنا فاش وصلنا للالفينات ولاو كنتغناو كنشاركوا باغاني مثلا فيها مواضيع بجوج الايقاعات ايقاع مصرف وايقاع حضاري لكن الايقاع المعقد اللي هو مركب ما هاد الشباب خلاوه جاو الحاجه اللي هي يعني السهل الممتنع تماما غادي ما كرهش نسمع من عندك شي حاجه ديال العيطه سيد العزيز شي حاجه هكا سير ما بيديش
تشوف حبيبي زيدوا الحروف أعلام. سلام. بارك الله عليك عبد العزيز السلاسي. الله يبارك فيك. لون شعبي ولون جميل، وتنقول من الالوان الموسيقيه اللي عليهم الاجماع المغاربه كلهم، اذا سولتيهم على اللون الشعبي يقول لك عجبنا. ما كاينش شي حفل مغربي كيدوز بلا شعبي. هادشي علاش دائما كنشوف صحاب الشعبي تنقول سعداتهم ديما مدخلين الفلوس، ديما مدبرين الصرف. زعما صراحه اش بان لك؟ الله يخلف عليك اسي رشيد. اش بان لك اسي عبد العزيز؟ احنا دوك راه كنمشيو ساهل باش نمشيو ندخلوا للعرس ونجيبوا الفلوس ويعطيو لنا سميتو. هذا الشيء ماشي ساهل سيدي رشيد. هذا الشيء كون كنتو تعرفوا لي نتوما، احنا والله لا دخلنا هنا. كون راك دابا كون راك تاكوا مانجي جواد، كون راه درابكي المخرج، كون راه هو مول الحفله هنا، والله لا دخلنا عندكم. اسكو هاد راه هادشي ماشي ساهل السيد. وحنا دوك غادي دوك جينا دابا ندير رشيد. انا في هذا البرنامج كنستقبل جميع الفنانه من مغنيين ممثلين رياضيين، ولكن دائما كنلاحظ بان اصحاب الشعبي تبارك الله هما اللي كتلقاهم ديما خدامين دائما في حفلات، سواء في مهرجانات ولا في حفلات خاصه ولا اعراس، كلشي تبارك الله. هادشي قلت لك سعداتكم. تمام، لان هادشي هادشي ماشي ساهل سي رشيد. هادشي راه قلت لك انا كون كنت زعما دابا نقدر ما يدخل عندي حتى واحد، ما نجيبش فنانه كاملين ولا نجيب، نخدم انا ولادي كاع ندير انا كمان جا المدام نعطيها دربوكه دري ولدي بندير، والاخرين يديروا كورال ما يدخل هادي ونخلقوها بوحدنا كاع. هذا هو المشكل سي رشيد. كل حاجه عندها الاختصاص ديالها وعندها مواليها. انا كنامن بهاد الحوايج. واش كاين هاد الشيء ولا لا؟ سي وهذا هو اللي كاين سي رشيد. شو رشيد شو شو سي عبد العزيز الساتي، نكملوا معاك لو شو ديالنا، والان غادي نشوف واحد الكلمات ديال الاغاني اللي كنتي كتغنى بهم. شي كلمات في شي شكل، واحد كيفاش في شي شكل؟ واش ما فهمتيهمش ولا لا؟ ما فهمتهمش بزاف. على ما كنغني بالسويدي انا ولا سي رشيد الله يهديك. وانا انا هو الوحيد اللي ممكن كنوضح كنورك على الحرف حتى تيبغي يترطق والله العظيم. بحالاش مثلا؟ بزاف الحوايج. انا هو اللي كندير الشكل اللي كنبغي نغني شي اغنيه كنوضحها في النطق ديالها. بغيتي تفكر شي حاجه؟ يلا زيد. زين ولا طاي هي عندك الحق. هذه كاينه ولا ما كاينه؟ كاينه. شتي كل شيء زين ولا طاي كل شيء كاين. ما نكذبش هاي واضحه. وما كذبتش. زين ولا طاي؟ تماما. ايوا مالي كذبت؟ ولكن عندها فورما يضربني الجن هذيك شويه. عندها فورما كاين شي جن قدك حتى هو الجن. هذا راه كيقلب على الجنون. قال لي واحد السيد، قال لي قلت لي على هذيك على الجن. قال لي هذيك الاغنيه عندك زوينه وعاودها لي. قال لي قلت انا دابا تنهضر مع على نيتي. قال لي قول. قلت لي الزين ولا طاي؟ قال لي كل شيء كاين. قلت لي ما نكذبش. قال لي كل شيء كاين. ملي وصلت لديك ملي نشوفها يضربني الجن ويقول لي كاين شي جن قدك انت. قال لي انت واش صفقوا على عبد العزيز. انا نسمعوا الكلمات واعطيني التفسير. يلا. عمر جو الغابه ما خسرت وصل منشار الجدر والفارغ لاد والكبر واللي عند بالو نمر انا يا صديقي سوقني سماء وفوقي لا تعمل في طريقي لا تقليش الحوت عليا وانت. نحبسوا هنا ونكمل. زيد اش كتقول؟ عمر جو الغابه ما خسر حتى وصل لمنشار الجدر. يا سلام. الغابه هما حنا والمنشار وصل لي الجدر، يعني هذا ميساج. عمر جو الغابه ما خسر حتى وصل لمنشار الجدر. هادو كاين المعاني هنايا. حكام، هذا حكام كبير. وكيفهموه المغاربه كون ما كانوش يفهموه ما غاديش يرشحوا هذه الاغنيه. وهذه الاغنيه دارت يعني دارت نجاح كبير. والكماله ديالها كتقول الفارغ لاد الفارغ لاد وكبر ولا عند بالو نمر. العكس ولا صحيح يعني وليام ولا قواد عتروس. كاين بزاف الحوايج هنا غير انا قصت الكلام. والثانيه كتقول فيها
أنا يا صديقي سوق النساء ما هو سوقي؟ يا صديقي سوق النساء ما هو سوقي؟ لا تجعلهم لا تجعلهم في طريقي. تلحقنا مزيان. سوق النساء ما هو سوقي؟ لا تجعلهم في طريقي. ما تقليش الحوت عليا. واشنو تعود؟ اسمح لي يا سبا وتقليش الحوت عليا؟ ما عارف واش باغي يقول لي تا هو بغى يحد معاه من تما. هذيك ما تقليش الحوت عليا هذاك ميساج باش ما يبقاش يسول هو. حتى دروك بغى يتسولني غنقول لك ما تقليش الحوت عليا. بقاش تقلي عليا الحوت. هو هادشي اللي كاين اسي راجل. زيد. اشنو؟ والكلام الاخر. نديروه في الفران نسيب لذيذ ولا شنو؟ واشنو؟ واخا سيدي. هادي تسمعني مقطع منها لان هاد الاغنيه عزيزه علينا شخصيا. جميله جميله ديال الغابه و... امك مرا واختك مرا وعلاش عندك بهاد الهضره التاريخ فتحوا قرا نظر المراه شنو هي المراه هي سيف الراجل هي المدرسه الرقم الاول هي المفتاح هي القفل من دونها ما تعمر الدنيا. يا سلام. أنا رشيد يا خويا أنا نربط حزام كل شي عدو جو الغابة ما خسرت نوصل من شر الجدر الله عمر جو الغابة ما خسرت نوصل من شر الجدر الفارغ لادو كبير ولا عند بالو نمر الفارغ لادو كبير ولا عند بالو نمر عاش تحكي واش من جد انا عارف ما في المزود لكن انت عقلك جامد وفيك شعبة خاوية أمك مرا وختك مرا وعلاش عنك بهاد الهضرة تاريخ حقرة مطر مرا شنية مرا هي سيد الراجل مدرسة الرقم الأول هي المفتاح هي القفل من دونها ما تعمر دنيا رشيد أنا أوديها أوديها أودي اللي جابته القدرة يشكي بذنوبه دردن دردن يا الخويات كي كانت ليا موكي ولات الله الله يا الخويات كي كانت ليا موكي ولات سيدي ربي الحنين عطيني حقي في الزين سيدي ربي الحنين باغي حقي في الزين راجل اوديها اوديها اوديا موكي على كيا سيدي تيا كي على كيا سيدي تيا شتكي يا الشباب ما مشيت الوالدية اللي شتكي يا المغربية ما مشيت الوالدية صحاب فاقوا من القلبة ولاو يعزوا عليا راني بسلاحي ما تخافيش عليا ارباح اللي قال لي معاك ولا لي خطية ما تساراو عليك بجبال وما شدوك الجذر ما تساراو عليك جبال ما شدوك الجذر ما تساراو عليك جبال السلام عليك جبال السلام عليك جبال السلام عليك جبال حيد حيد كل شي عدو سوى الريالات يا سلام عليكم خلي الميكرو شال يا سلام عليكم عطاكم الله العز السهل وكل الخير على هذه الحرارة ديالكم
عطاك الله الصحة سي عبد العزيز. الله يبارك فيك. ولكن كيفاش هيد كل شيء هادو سوى العيالات؟ بالفعل لأن العيالات هما كل شيء، واحتراماتي للمرأة ودائم للمرأة. والمرأة هي أساس الراجل بكل صراحة. غير أنا كنت سافوني كنت داروا ليها حيد كل شيء هادو سوى الريالات. ياك. مزيانة. أظن الفلوس تقدر دير بزاف د الحوايج. وكان المرأة راه هي الأولى. تماما. باش ما تورطناش يا سي رشيد الله يهديك. راه دابا كيتصنتوا راه يجيو يدخلونا برضه. شنو قضيتك مع الفلوس يا سي عبد العزيز؟ الفلوس هي هي كل شيء. هي كل شيء. راك كدير راك كنشوف كدير شويه السياسه سي عبد العزيز. السياسه؟ في اغانيك ايضا كتمارس السياسه، ملي كتهضر على قضايا مجتمعيه وكتهضر على المراه وكتهضر على الظلم على الحكره بعض المرات وعلى بزاف الحاجات، راك كتمارس السياسه بطريقه اخرى. انا ولد الشعب ومع الشعب. واللي دار الشعب انا معه، سواء السياسه سواء الفرحه او القرح انا دائما معه. علاش علاش سي عبد العزيز ما عمرو فكر انه يترشح ويدخل شي حزب ويمارس السياسه بشكل رسمي؟ السياسه عندها مواليها. نعم ياك اسيدي. تماما. حنا عندنا السياسه ديالنا، هو صعيب باش تكون سياسي 40 سنه بعدا في الفن. انا فنان سياسي، انا درك بحالي بحال السياسيين اللي هما مثلا. خصك تمارس السياسه باش تبقى محافظ على في الفن ديال في, 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 في الدومين ديالي. اكبر سياسي في الدومين ديالي هو عبد ربي تقريبا. سي عبد العزيز تيكون كان اختار مجال السياسه، شنو هما القضايا اللي تبغي تدافع عليهم؟ شنو هي الحاجه اللي تبغي تهضر عليها؟ إذا كنت في السياسه انا قلت ما عمري غنكون في السياسه. واخا الا كنتي نفرضوا حنايا نكون في السياسه. شروط شويه صعب. لا نقولوا مثلا شنو هي الحاجه اللي اول حاجه تبغي تهضر عليها؟ تهضر على الفن وتهضر على الصحه ولا على التعليم؟ دابا شنو الحاجه اللي تبغي تدافع عليها؟ نهضر على الدومين ديالي هو الاول، ما يبقاش مهمش، وكل واحد ياخذ حقه، واللي يستحق يدخل، اللي ما يستحق يمشي يتعلم. وما كانش لي باك صاحبي ولا هذا ولد خالتي ولا ولد عمتي، هذا ما كانش العاطفه عندي انا. هذا هو اللي خصو يدار بجميع المجالات اظن. تبارك الله عليك. الله يبارك. انا نعطيك اسماء فنانين وبغيتك تقول لي كل واحد شنو هي الوزاره اللي تجي معاه؟ نضحكوا شي شويه. فنان وزير. في الدومين ديالو. الوزاره اللي تجي معاه. في المجال ديالو. يلا انا نعطيك واحد فنان عزيز عليا. عبد الله فركوس، شنو هي الوزاره اللي تجي معاه؟ عبد الله فركوس اسيدي نعطيه وزير الطنجيه والكتبيه. وما كايناش هاد الوزاره سي عبد العزيز. وزاره بغيت نصايبها له انا ديال الدومين ديالو. الوزاره ديالو بالضبط هو. الوزاره ديالو الطنجيه والكتبيه تفاجئ الغراس يا با. الكتبيه هي ديك واخا وزاره. شنو نعطيو كوزاره للفنان سعيد الصناجي؟ سعيد الصناجي سيدي وزير الفن والنشاط. عبد الرحيم السويري. عبد الرحيم الصويري يا سيدي وزير النقل هذاك. علاش؟ كتلقاه في اي مناسبه تلقاه هو الاول. كرامات السيدي عبد الرحيم. كرامات السي عبد الرحيم. تحيه للسي عبد الرحيم السويري. تحيه لجميع الفنانين اللي غادي تجي كلهم تحيه ليه. الداوديه زينه الداوديه. الداوديه وزيرات الزين والاطاي كل شيء كاين. رفيق بوبكر صاحبي هذاك. صاحبي هذاك سيدي وزير الحيحة سيدي والصداع. واخا هو درويش في الواقع. لا الفن. تحية لرفيق بوبكر. كيظلموا. تحية لخويا رفيق بوبكر. وراه ان شاء الله نتمنى يشوف هذا الفنانة نجاة عتابو. نجاة عتابو سيدي اختي نجاة، تحية ليها من هذا المنبر. تحية للفنانة كبيرة نجاة عتابو. كبيرة. ولا يا سيدي وزيرة الدفاع على حقوق النساء. وزيرة المرأة والتضامن. عاودنا السي رشيد هذا هو اللي كاين. ما عندي ما يتسالك. إيوا والسي عبد العزيز التاتي خصو يعطينا الوزارة ديالو. أنا سيدي وزير غادي ندير وزير مسلك ليام. وزير سلك.
واخا سي عبد العزيز غادي نمشيو نكملوا نسمعوا الاغاني ونتكلموا على هذا الغناء اللي كنتي كتغني واللي مازال كتغني. يلا نسمعوا مقاطع اخرين. ايه عاودي جوج انا شريك وثالث صيد بيك حتى خلي الحم الشارف للداه المعارف لا محمد انت المقلد انا اللي بغيت بلاكم حطيت حداكم انا وليدي حط الصباط وساركي الفياض حتى خلي طريق محيجر وبغيت تنجر وارى الكيام مدفونه طريق مديونه. واش هذا استاذ عبد العزيز اللي سمعت؟ هذا نوع من النوع ديال فن تراثي مغربي زعري. اش كيتسمى هذا الستيل ديالنا؟ هذا نوع زعري غير ما مكملينوش عندكم هنايا الجمال ماشي ما كاملينش باش ما يغلطوش الناس فيهم. وضح لي بالامور. هذا نوع زعري تراثي مزاب زعير خريبكا هذوك النواحي كلهم كيغنيو هذا النمط هذا. هذا كيتسمى زعري. باقي عاقل شويه على هذا؟ معلوم عاقل عليا وانا اللي مغني وما عاقلش. سي رشيد نسمعوا منه شي حاجه دابا؟ اييه اييه. لك تعنت محن المود حسن أنت أنا لا تقطع الدير وقول فيها خير اللي شركناه فرقناه وبقى العيب داه عندك هليات ودير زعريات خلي الحب لمشعكك وما بغى يتفك خليني نتسلى من جواج دل عمر دكواك ما تشوف الدل يا امي انتي لا تقطع الدير وقول فيها خير يا صالح السلام عليكم. تبارك الله عليك سي عبد العزيز السازي. الله يبارك فيك سيدي رشيد. واش ملي كتكون في الحوارات ما كتردش البال واحد الكلمه كتقولها بزاف سي عبد العزيز؟ لا لا ما كل شنو هي الكلمه اللي دائما كتردد عندك؟ شي كاينه في بزاف الناس ماشي غير انا نقدر الا سمعتها نقدر نقول لك اه ياك. في نظرك شنو هي؟ ما عرفتهاش. ما عرفتهاش؟ تبغي تكتشفها دابا؟ اه علاش؟ يلا ضرتني في راسي اخويا. نشوفوا لو تيك ديال عبد العزيز الساتي في هذا الفيديو ونعاودوا نتلاقاو.
يعني كاين العيط يعني جات من يعني راسها وتني وتعلمات الكمال يعني أقل يعني كنعتبر يعني زيادة يعني هي اللي كتقلب بها على الجمله اللي جايه من بعد. شديتيني هذه حيه براسي ياك. آه الله برافو عليك شكرا. ما كنتيش رد لها البال لا لكن. يعني ولا كاين اللي يقدر يقول لك يمكن مرات بيتو ساب لازم يعني. ندير لك واحد الحاجه بغيت نقولها لك. الاغاني ديالك تبارك الله هي اغاني جينيرالمون اللي دائما تتكون نشطه يعني فيها واحد لو ريتم شعبي اللي كيتفاعل مع اكثر هما الفئه ديال الشباب والناس نقولوا 40 عام 50 عام غير هو انا كنعرف واحد السيده عندها 85 عام وفين ما تسمع الاغاني ديالك عندها الروماتيزم وعندها الالم المفاصل كتصح وعندها السكر وعندها الملحه وكتصح دروك انا وليت عياده دروك ولاد وليت دكتور اي وليت طبيب ديال هادشي تبارك الله وهادشي راه هو الدول المتقدمه راه حلبوا عليه المواشي ونعسوا المواشي على الموسيقى الموسيقى راه جايه من الطبيعه لا ولكن انت كمان جاك تفيق المواشي لا لا نقدروا نعسوا هذاك الشيء راه من روح روح من روح كتخاطب روح من روح كيمشي الروح هي راه فان ديالك هاد السيده هادي نشوفوها فان خطيها مساء الخير الله مساء الخير توجد مرحبا بالجمهور الزين كي داير وليدي راشد لاباس وانت كي داير وليدي الباندي انت كي داير وليدي ستاتي لاباس الحمد لله ستاتي عبد العزيز وفي القليه بعزيز الله وليدي تعزيز الله يعزك شوف انا عندي واحد الدوسي بغيت نسوق لك به بعدا هو الاول عاد باش نكمل واخا مرحبا قول لي وليدي عطاوك الرخصه ديال هذيك البقعه اللي خديتي في سيدي بوزيد اللي مقابله مع البحر باغي ديرها ريستورا مازال بكل صراحه عرفتي انت تبرك حتى دير ريستورا تماك تخرب على ذاك القدس يولي بنادم ما يجي فين يسالي التغميسه ديال الطاجين تتقج الكمال جا فوق راسه غادي ندير مدرسه تما غادير مدرسه هاي ديال المحاربات الاميه ان شاء الله ويلي 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 والعيالات مرحبا لا غادي دير ريستورا ماشي محاربه الاميه امال محاربه الاميه مالها مزيان حتى هي خاصها دير ما انا فكرت تراجعت على ذاك الراي ذاك الراي اللي كنت قلت لك وكان دابا غادي ندير واحد المدرسه ديال محاربه الاميه ان شاء الله ايوا مبروك عليك انا الاولى غنتقيد وانت الاولى اللي غادي تقابلي الباب سير بغيت لك السر قول لي باقي تصيد ولا حيتي الموستاج وتتحبس الصيدة كان صيدو ملي تفتح الصيد كنمشيو للصيادة دابا نتوما وليدي عندكم الصيدة بالوقت عندكم الصيدة بالوقت بالوقت معلوم بالوقت وعلاش ولد بحيليسه كاع ما كيحبس الصياد كيصيد البزاطم والصيكان اش قال؟ ولد بحيليسه ولد بحيليسه اييه كاع ما كيحبس الصيدة راه هو باقي يصيد دابا في الصيكان والبزاطم وهذيك صيادة أخرى هادو كيصيدوا على البلا إيه صافي دابا فهمت أنت كتصيد هذاك الشيء ديال الرنان كيصيدوا على البلا فهمت بغيت نسوق لك أوليدي علاش حيدتي الموستاج؟ تا الفتاة اللي باغا تسوليني ولا والله العظيم اليوم باغا نسوق لك اللي جاي كيسولني أنا واقف دابا في البلاكة ديال الطوب كنقلع لك الحوت عايشك أوليدي إلا ما جاوبني علاش حيدتي الموستاج؟ تي الموستاج راه ما بقاش دابا هذا ماشي وقت الموستاج دابا الموستاج صافي سال الامر ديالو عرفتي اش كيعجبني فيك؟ عرفتي منين كتبرك حتى كتقج الكمانجه عظامي كيخرجوا كيتقجوا مع الكمانجه وكيعاودوا يرجعوا عرفتي بعدا ياك كتحركي حق مولانا تا ما نعاودش لك رشيد يقول لك واخا ضاريني العظام والرجلين ما شكيت عليك ولا اني حتى راه ما نعاودش لك كنزيد لك المونتيسورات ياك ويلي 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 كتزير ربي لا ما عطيني شي اغنيه نايضه وقج لي ديال الكمانجه في الاخر يلا وليدي شوفي مع الرئيس ديال ديالنا راه هو ايوا الله كان عرف الاغنيه ديالك انا حافظها سير بغيتك السر بسم الله باش بديت بعد النبي صليت غادي العنوان وسط راسي بدا وضع الوالي أتكلم وانتي تندم هذه شي ما خافيك شي مين يا زين
تشاهد بك عود يا سيدي حسان نتاول حوشي بان وياد الضياب العيال خدم وسربان عرى سيدي اسماعيل يا مولد حوت الزين صاحب المساكين واد دويب الزين خرجية الحريزية يا لبسين مبر وعلى جدك المخنطر شريفي مولاي عمر انا ضحكتي للرابع وليدي توضى وتقدم وادخل جميع الغبوب ازورهم بالنيه تا الحاج يا مقديه مالي يا ربي مالي ومالي من دون الناس واحد في ملكو هاني يا زيارة يا قبايل ويلي 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 سخفتي راكي حسيتي دابا بضلوعك حق مولانا تسخفتي هاشتي ويلي 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 عاد ارتاحت دابا هادي راه ما يديرهاش لك ثلاثة طبيب هادي هاي صحة تبارك الله الولاد بحال الجدية هاي بارك الله سي عبد العزيز غنعطيك بعض الصور وبغيتك دير عليا تعليق بغيتك دير عليهم تعليق صديقي فنان الجميل الرابور الكبير ديالنا البيك كنت قلت لك واحد المره راه الشيخ هذا وعيط لي في التليفون قال لي شي وليت شيخ قلت لي راه عندك الزهرات قلت لك شيخ الشيخ راه ماشي سهله وبالفعل وخداها خدمتي معاه اغنيه اه خدمت معاه واحد الاغنيه بالفعل اييه اه وي تنوجه لي التحيه من هذا المنبر نشوفوا صوره اخرى نجات هذه نجات عتابو فنانه كبيره فنانه جميله تحيه ليها وتحيه للناس ديال الاطلس وتحيه للناس ديال الخميسات داز معنا في الثمانينات اللي كان بكل صراحه ناس اخرين وعالم واحد اخر سعيد ولد الحوات فنان جميل تبارك الله عليه تا هو داز معنا في, في, في المسيره الفنيه ديالنا تنقدم لي جمل تحيه من هذا المنبر يا سلام سعيد صناجي سعيد صناجي من الفنانين اللي جاوا من الثمانينات معانا في الحقيقه من اللي بدينا تنوجه لي جمل تحيه صديقي صاحبي عزيز عليا كيحترمني كنحترمو احترام متبادل كنوجه لي اجمل تحيه من هذا المنبر بسعيد الجميل سلام بسعيد فنان فنان ونص كاع زيدوه نص حنا جميل مولهم مول بندير فنان صعيد ديال هاد الشباب جات هو للساحة الفنية وقام بالدور ديالو نتمنى ليه التوفيق صراحه يعني. في هذا الجيل ديال الشباب سي عبد العزيز الساسي شكون هذا الجيل اللي كيعجبك الا بعدنا الاغنيه الشعبيه الا هضرنا على الاغنيه الشبابيه مثلا شكون في هذا المغنيين اللي كيطربك ولا كيعجبك الستيل ديالو بالنسبه للشعبيه ولا العصريه ولا لا الاغاني نقولوا الشبابيه ديال البوب كاينين بزاف كاين سعد مجرد تنوجه لي التحيه من هذا المنبر هذا ممكن نرشحو كاين حاتم عمور اييه حتى هو تحيه لي من هذا المنبر بالنسبه للاغنيه الشعبيه كاين ادار حتى هو نوجه لي التحيه من هذا المنبر وبزاف المغنيين بكل صراحه كاين مغنيين اللي زوينين بزاف احسن من بزاف احسن مني حتى انا تواضع منك هذا السيد العزيز مثلا وخاصه تكون فمن تواضع لله رفع هذا لان كاينين بزاف الشباب لا ذكر الاسماء لا جيت نحسبهم لك كاينين بزاف تنوجه لهم التحيه وحنا كاع اللي جاب لنا شي حاجه زوينه لهاد البلد الامين وصيبها ومدها للمغاربه لان حنا محتاجين للفنانه ومحتاجين للممثلين ومحتاجين للعلم ومحتاجين بزاف الحوايج نصفقوا لي بحراره بكل صراحه نصفقوا جميع الفنانين ديالنا غادي نطلب من المخرج سيف تحراس يعطيني صوره ديال عبد العزيز الساسي هو ممثل
عمري متلتي. لا عمرك متلتي؟ لا لا درت شي بركه. غادي تنكرنا دابا السي عبد العزيز. وانتوما خويا راه والله العظيم راه اللي بغى يكذب عليكم نتوما. سلام. عرفتي جا معاك هاد اللبسه السي عبد العزيز ديال الفراعنه. ديال الفراعنه تحيه لهاد الحديدان. لان كانوا طلبوا مني تنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. وطلبوا مني باش نمثل معهم هذا الدور وصيفطوا لي لي بي ديالي الي وروتور للورزادات ومشيت وكنت فرحان باش مشيت لان مثلت مع هاد الابطال هادو هاد العباقره ما ننساش هاد اللقطه هادي ديال هاد الفيلم ديال حديدان بكل صراحه تحيه لهاد الفيلم الناس اللي كلهم اللي مسلسل هذا المسلسل ديال حديدان تحيه ليهم كلهم وانا شرف ليا كبير كنت من جمله هاد الناس هادو اللي مشيت كنت معاهم ودوزت هاد اللقطه معاهم هادي بقات في التاريخ وبقات ليا في الاذهان ديالي بكل صراحه. سي عبد العزيز استاتي انا شخصيا كنعرف بانك كيعجبك التمثيل بالفعل. واش ما عمرك فكرتي دير شي دور خصوصا انا كنعرفك عندك حس كوميدي ما عمرك فكرتي تلعب شي دور كوميدي مثلا؟ نقدر نلعبو الا كان كوميدي اللي هو يروق ليا ويروق لجميع المغاربه ويكونوا راضيين عليه نقدر نمثلو مثلا سينمائي او فكاهي مثلا. تبغي دير تجربه عطيوني دور نقدر لان الانسان الا كانت عنده مزيوده مع شي حاجه يقدر يفجرها بزاف الحوايج. نعم. مثلا كانت الموهبه بحال مثلا القنص على سبيل المثال انا كنت انا كندير الفن مثلا وعادي تاهلت فيه مثلا حققت الحلم ديالي فيه مثلا وحتى ديك الرياضه ديال القنص حتى هي شاركت فيها في بطولات اللي هي عالميه وتاهلت فيها. تبارك الله يعني عليك. نعرفك ان صياد ماهر انت تبارك الله. وسي رشيد راك شتيني صيدت انا وياك واحد المره راه نسيتي بغيت تنكرني دابا. لا لا تبارك الله عليك ولكن انت راك محترف تبارك الله. الله يبارك فيك هذا هو اللي انسان عنده واحد الموهبه راه ماشي يقدر يفجرها غير في 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 الفن. على سبيل المثال انا كنعزف بزاف الالات مثلا انت هما الالات الوتار الات العود نعزف الاله الوتاريه ممكن نخدم شونطور مغني هكا نغني بزاف الانماط نعزف كمانجا كندير فيها بزاف الانماط هي اللي هما كنعيش مع حدالايا مثلا في الشعبي ديالنا وهذا كن هادشي يمكن ما كيعرفوش الناس على عبد العزيز الساتي. سي عبد العزيز الساتي غادي نختبر هاد الموهبه ديالك هاد المره في واحد اللعبه ديال الميم وهاد المره غنلعبها انا وياك باش نضحكوا شي شويه. الفكره شنو هي؟ هي انك تشوف واحد الصور وتحاول توصل لي الصوره غير بالجيستويال يعني غير بالحركات حتى انا كذلك انا غنوصل لك الصوره بالحركات. غادي نشوفهم غادي نشوفهم في هذا الكرون هذا. اوكي اوكي مشات باقا كاع هي قبل لا يمشي تخليوها معنا احنا فين مشات. يلاه نشوفوا هذه الفقره هذه مع الساتي بعد الفاصل. سي عبد العزيز ستاتي فسر لي مزيان سي عبد العزيز فسر لي مزيان زيد دايره هادي طوا طوا هي زيد شنو هاد الفؤاد هادو ولا هذا الجنب هذا كوتليت هذا ولا شنو؟ مجمر هذا مجمر عايز عافيك الجوع سي ستاتي وتخيلتي لحم سير سير كيبان معاه اللحم ولا لا؟ لا 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 واي ساتي جا الجوع يلا شوفي بحال مقلاة فيها شوفي انا شوفي انا سي عبد العزيز شوفي انا هذه سهله هذه عزيزه عليك انت بزاف اوكي
قصريه قصريه ديال الكسكسو. مرحبا. سهلة. حولي هذا بقرة قرون درتي بحال هكا ياك غزالة كتسارى ماشي قل قلدوا لي قل حولي ماشي حولي ما تقولش ما تقولش اسي ستاجي ما تقولش حاول دير بحالو اش كدير اش كدير يا سيد عزيز عاود هذيك كيما درتي عاود كتغسل سرق الزيت الرغز انا اللي عجبني هو الساتي الساتي كيقلد سرق الزيت باش كيموت قتل والدي يلا روكا برافو عليك أو كل شيء عندك بحالك واخا ماكلة شنو هي هذي كتحرك الحريرة كتدور الحريرة طيحان طيحان سوسيس دو فوا سوسيس دو فوا ماشي هو حلو قريب جو ماشي دو فوا تروا فوا شنو هو سي عبد العزيز قول لي كيفاش داير الشكل ديالو كيتك هي زيد ماكله زيد كيفاش دايره شي حاجه دايره الكروبيط الرجلين داير كذا وهكا شي حاجه دايره وكتمشي دايره بحال هكا لا هي اللي دايره ماشي خبزه لا. كتقطع اياه بيتزا سيف لذيذ بحال البيتزا لا هادي محنشة سيف محنشة راه صافي بحالها خبز الرفيسه شفنج الرفيسه باش كنديروها رفيسه قبل مسمن <تصفيق>
كي جيتكم في العجينة. صندالة أه؟ ديال الميكا. صندالة الميكا. هي هي حلومة. برافو ديال الميكا ديال البحر. هي موهبة جديدة نضافت سي عبد العزيز، بارك الله عليك. الله يحفظك. راه تعرف غريبة هذه اللي صعيب توصل شي حاجة غير بال صح بالإشارة. بالإشارة. سي عبد العزيز، هاد الأيام بزاف ديال المغاربة ولاو كيعانيو من واحد المسألة، ولاو كيغنيو بزاف واحد الأغنية ديالك. كلشي ولا كيغني عطيني الفيزا والباسبور. علاش؟ لأنه لاحظتي مؤخرا بزاف ديال الناس ما بقاش كتعطيهم الفيزات، بزاف ديال الناس تيكون تاخر كبير على المواعيد، بالاضافه الى مساله ديال بعض السماسره اللي دخلوا في هذه المساله هذه. فبزاف ولاو تيغنيو اغنيه كسب العزيز. شكرا على هذا السؤال اللي هو مهم. وهذه الاغنيه هي كانت فارضه الوجود ديالها بالنسبه لجميع المغاربه بكل صراحه، لان احنا كنا كنعانيو من الفيزا والباسبور. كاين الفيزا دائما كنا كنلقاو فيها عراقيل ليومنا هذا. وبالفعل المغاربه ماشي ساهلين، كاين فين ما كيكون شي حادث كيلبسوا ليه شي حاجه ضروري، كيجيبوا شي اغنيه كيحطوها. وبالفعل لان كاين دابا نزاعات وكاين ولاو لوبيات ولاو سمساره في هاد الحوايج هادو، يعني ما الناس ما وقروا حتى دومين بكل صراحه، كاع الدومين كاع المجالات ولا فيهم هذا الشيء بكل صراحه. وما نكرهوش نسمعوا مقطع من هذه الاغنيه هذه، اهداء ايضا المغاربه الخارج، الجاليه المغربيه، الناس اللي دائما كيتوحشوا العائلات ديالهم والاقارب ديالهم. تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، يعني كل انسان فيهم يعني اناث وذكور بدون استثناء، لان هذوك الناس كنمشيو عندهم كيفرحوا بينا، كنوجه لهم التحيه من رشيد شو بكل صراحه. ونتمنوا يشاهدوا ان شاء الله هذه الاغنيه اللي هي كتعالج هذا الشيء ديال الهجره. نعم. نتمنى ان شاء الله تعجبهم عاود ان شاء الله هذا اللوك هذا. عطيوني فيزا وباسبور ما كزار مرطاي، ميما ديالي راه توجور على البال ما ننسخا شاي. عطيوني الفيزا من كزار مرطاي، ميما ديالي راه توجور البال ما ننسخا شاي. هي هي يعطيوني كونجي من زيت بنغاره وين معدبه فيها وطاره، عطيوني كونجي من زيت بنغاره وين معدبه فيها وطاره. عطيوني فيزا وباسبور لكازا شاكيل طيران بي والمطار فارقنا يا خويا الضحكين ويما ديالي ربي خبار. هي هي عطيوني كونجي نزيد دونغارة ويما معدبة فيها وصار، عطيوني كونجي نزيد دونغارة ويما
العزيز وفي ولاد حنايا زعلا ودي العزيز وفي ولاد علي زيب سوبي تعال تعالي داي داي يا شيري داي داي وروح لي داي يروح لي داي يا شيري داي داي يا قاع زروا يا قاع زروا علي هذاك سي العزيز في ولاد حنايا قلت لك يا رشيد ورا الحبيب عندنا شوفوا المغربيات وكي الحوريات يا الله وديك سي العزيز وفي ولاد علي زيب سوبي تعال تعال شيري لي لي يروح لي لي يروح لي لي شيري لي لي قاع زروا قاع زروا علي هذاك سي العزيز في ولاد علي القضية شحنت انا اش كاتب حتى مكتوب دار العظيم علينا قزروا يا قزروا علي دي 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 الغري روح دي دي وحدي علينا ورا المغاربة رجالا يلقاو من ولا ولا يا ديك سي العزيز وفي ولاد علي زي مكتوبي تعالي تعالي دي دي يا شيري دي يا روح دي دي روح دي دي شوف الدال والله وديك سي العزيز وفي ولاد عريس العالي دير وعلي لي شري بيدي عشيري دي يا قعسر وقعسر علي لا هذاك سي العزيز وفي ولاد عريس يا دي 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 يا سد الطير سد الطبيب يا دي 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 يا سد العليا يا قلبي يا بلاد قالوا بلاد ادوا يا راجل زورك يا ابو عبيد يا راجل زورك جيت العيد يا شل قالوا شل ادوا يا سد الدار سد الطريق يا راجل زورك يا ابو عبيد زيد زورك جيت بعيد يا الله يوالي من والي Yeah.
باقي يا وخلي معلمي ربيني يا وخلي معلمي صوتني يا يا وليدي وليدي يا وليدي وليدي وحيدي شناه ولا رينا حرقونا في البطن اتشافونا حطينا حدا يا هي ودي كان صوتني عضونا بقيت وخاي وزني بالريال يزيد ريال على ريال يزيد وحيدة بالفوق بلاتي بلاتي جان عشي ضيفاني يا ابن عسولي هذي وص يدي هذي الساعة مباركة فاش تلاقينا بالرمى والطلبة والجرشلة هاي عبد العزيز استاذي في الفقره ديال الميكسور. مرحبا بك عبد العزيز. الله يبارك نهار كبير هذا. الله يبارك فيك معاك ومع هذا الجمهور الجميل ومع هذه الفرقه الموسيقيه ومع دوزوام ومع رشيد شو. شرف لي كبير. الله يحفظك. شرف لينا عبد العزيز. انا نخيرك في العصيره واش بغيت ديرو بالحليب ولا بالليمون؟ باش ما كان بالحليب ولا بالليمون؟ اي لا بالليمون احسن. واخا حيت البصله مع الليمون حتى هي مزيانه. البصله البصله راه كاع بنادم كيطيح كاع ضربوا موتور وكيجيبوها له وكيفيق صافي. والله الا كيسمع الدواء واش نقول لك. البصله كيجيبوا له موتور كيفيق فهمناها ولكن السوارت كيفاش؟ هذيك اللي هذاك القالب اللي ما عمري شفته انا. واحد خينته هو لقاوه طيح هكا وشي واقفين عليه واحد الجماعه هكا وجي واحد القاوري قال لي مال هذا؟ قال لي اودي مطيحينه المسلمين. قال لي ياك اخوتو قال لي ياك ماشي حنا. عبد العزيز استاذي السؤال الاول كيقول شكون هو المغني الشعبي المغربي اللي عنده اكبر قاعده جماهيريه واللي نقدروا نقولوا عليه هو رقم واحد ديال الشعبي في المغرب شكون هو؟ اكبر جمهور اكبر زعما واحد اللي هو كيخرج الناس من ديورهم غادي يكون سيدي هذا السيد هو هذا عبد ربي اللي واقف قدامك بكل تواضع. عندك شي مشكل؟ عندي مشكل غندير الخوف. هات بركه بركه ودي اسيدي الله يجعل فيك السلامه وصافي. نمشيو للسؤال اللي من بعد ياك. ايه اسيدي عندي ما نقول السؤال واقضين هذا وعدك هنا. السؤال الثاني كيقول يا سي عبد العزيز الساتي شكون هو الفنان ولا الفنانه اللي انت كترفض انك تشتغل معاهم؟ واش عندك الجرأة تقول الاسم ديالهم؟ شكون؟ نقدر نقول لك ما نقدرش ندير ديو ياك ما تقدرش ندير ديو ولا نتعامل ديو ما من مايكل جاكسون الله يرحمه ولا بوب مارلي. الله يرحمه مساك سي عبد العزيز. انت خصك دير الفكاهة خصك تمشي تخدم بشي. لا ماشي راه شوف لان كاينين شي مضحكين ما كيضحكوناش. راه واقع قلته هذا السي رشيد. غادي نشرح لك واحد الحاجة. دابا كاينين شي فكاهين ما كيضحكوناش علاش انت ما ديرش فكاهة؟ وان شاء الله الا قبلوا المغاربه وبغاوني ومرحبا ندير تمثيل نضحكهم ويرضيوا عليا هذا هو المضمون. واخا سي عبد العزيز دابا ما السؤال الجواب ديالك راه ما مقبولش واخا ضحكتي به بوب مارلي وانا تنهضر على المغاربه والاحياء. شكون هو اللي ما سواش دير مع ديو؟ راه داز الكلام سي رشيد. لا راه وهذه فقره هذا هو القانون ديالها ما يمكنش نديروا فلفله ودير الفلفله. هذيك شي مشكله سي رشيد دير الفلفله صافي. واش غندير لان انا جاوبت الناس واش هذا الجواب ماشي مقنع على ايوا واش بغيت. يلا سي عبد العزيز شنو هو اكبر مبلغ
مالي اكبر كاشيت قاديتيه في شي حفله اعلى اجر اجر اه 30 مليون 30 في ساعة الله روب 30 مليون اش درتي التفاح ياك فين هادشي فين حيت 30 لا لا هادشي ما غاديش نقدر نسمح لك فين هادشي ما تقولش اخ سي عبد العزيز ستاتي اشنا هي الاغنيه اللي انت غنيتيها وما كتحملش تسمعها وكتقول هذه اغنيه ما تنفخش فيها واخا خرجت كاين بزاف الاغاني اللي هما خدمتهم باعجاب وجدات فيهم غير هما ما تشهروش ما تعرفوش كتحر حيت كنا حنا واحد الوقت كنخرجوا ستات الاغاني سبعه كيتحرقوا كلهم وتنجح اغنيه ولا جوج كان هذا هو من الاسباب اللي ممكن نقدر نشير لهذه النقطه هذه ولكن قول لي واحد الاغنيه اللي انت ما عجبكش واخا خرجتها يمكن خرجتها من بعد ندمتي عليها ندمتي انك خرجتها ما عمري ندمت على شي اغنيه والو بكل صراحه غير الا كان التسجيل ماشي هو هذاك ما عجبنيش التسجيل ما كان موضوع دائما تنطرق المواضيع اللي هي مزيانه بكل صراحه فيها مضمون وسيرتو الشعبي عاوتاني كاين الغناء التراثي كانوا بعد البراول كما كنقولوا ما فيهمش مضامين وكان يجوز ما فيه ماشي ما عجبوني الا سولتك شنو هي افشل اغنيه قدمتي افشل اغنيه آه. لا قلت لك كان كيكون سبب سي رشيد هو انا عارف من غير السبب افشل اغنيه شنو ما عرفتش ما عرفتيش ما تجاوبنيش على السؤال هذا البسباس راه مزيان زوين الله يحفظك الله يجعل السلامة عبد العزيز ستاتي المغرب تعاقبت عليه مجموعة من الحكومات وانت طبعا عايشتي مجموعة من الحكومات اللي دازوا في المغرب شكون هو أفضل رئيس حكومة داز في تاريخ المغرب في نظرك دابا عندك يا إما بويد يا إما الحار الحار شوفوا كان السي عبد العزيز الحار الحار عطيني الحار سي عبد العزيز ستاتي تبارك الله عليك الله يبارك فيك احنا غادي نخويو هذا العصير هذا وتحاول انا عارفك حاولتي في السؤال الاخير ما تجبدش عليك الصداع اه هذه دابا هذه هي الاولى خصني نجاوب ولا على كل حال قول انا من كيفاش نجاوب تبارك الله سيدي رشيد بارك الله عليك شكرا بزاف وشكرا للناس اللي صاروا معنا شكرا للطاقم كله صغير وكبير الله يحفظك الله يحفظك شكرا للفرقة الموسيقية شك بغيتي تختم راه باقي خصك تغني لينا لا لا راه غادي عندي واحد الأغنية جميلة غادي نسمعوها يلاه سير 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 والله إلا بصح thank you
سي عبد العزيز. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هذه وكنت جيت تجاوب اخويا، اشنو فيها؟ اشنو فيها؟ بغيتي تخلي ضاربي وانت عندك شي مشكل اسي؟ ما عندي حتى مشكل. وانا دابا بغيت دير لي مشكل. لا حاجه. وهذا راه مشكل. حاجه حاجه. واش انت عندك شي مشكل؟ تصفيقات على سي عبد العزيز الساج. سي عبد العزيز صراحه دوز معك حلقه رائعه. حتى انا. وكنت فرحان انك تكون معايا. والله الا حتى انا قسما بالله. والاكيد ان الجمهور ايضا استمتع معنا والاغاني اللي قدمتيها وايضا القفشات اللي درتي في البرنامج. فشكرا لك مره اخرى من القلب. بارك الله فيك على تلبية الدعوه. ونتمنى ان شاء الله دائما نشوفوك كيف انت دائما متميز ودائما في القمه. الله يعزك. شكرا لك. شكرا لخويا رشيد على الدعوه. وانا راه الاشاره ديالكم وديال الطاقم ديال دوزام وانا كبرت معكم وانا ولد الشعب وهاد الناس هادو يستحقوا ويستاهلوا كل خير لجميع المغاربه سواء داخل المغرب او خارج المغرب. لكن كيبقى لك واحد الفضل كبير السي رشيد اللي كتخلينا كنتواصلوا حتى مع الناس اللي هما غادي يشاهدونا ان شاء الله. شكرا. عن طريق الشاشه او رشيد شو. بكل صراحه انا ما عرفتش الوقت امتى داز معاك قسما بالله. وملي كنكون معاك كنكون فرحان اقسم بالله الى يعني صادق كنحلف ليك. شكرا لك. وانت عارف هاد الحوايج وراك حسيت بك مرتاح اليوم في الحلقه. اكيد اكيد. حسيت ان قلبك ضروري لان راك تعرف ستاتي ماك بدون تصنع هاد الشيء عزيز على المغاربه بهاد الحوايج هادو. وكنعاودوا الواقع ديال المغاربه ما نقدرش نتصنع ودائما مغرب وعاش المغرب وعاش ولاد المغرب ولاد المغرب. سيد عزيز انا نخليك تقول كلمه ايضا للجمهور اللي كيبغيك قبل ما نختموا باغنيه من اختيارك. شنو تغني لنا؟ غادي نغني واحد الاغنيه اجمل ما غنيت ان شاء الله بالنسبه لي انا. والاراء كيبقى الحكم والجمهور. وغادي نهدي الجمهور المغربي اكيد غادي ان شاء الله. انا ما عمر التجربه ديالي خانتني واكيد غادي نقدم لهم هذه الاغنيه الجميله اللي هي بعنوان ظلمتيني. ونهديها لجميع المغاربه وجميع المهاجرين اللي هما خارج الوطن تما من هذا المنبر. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديال جميع المغاربه صراحه. لكن انت حكمتي عليا وما رحمتينيش. سمعي مني
هادشي